بالنسبه لهذا الوسطاني ما غيكونش فيه الرمادي، حيت كاين يلاه جوج ديال الدرجات. ما تنساو ان شاء الله ديروا بارطاجيو هذا الدرس هذا الى عجبكم طبيعه الحال مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لايك و... أعزائي المشاهدين، غنبداو إن شاء الله السلسلة ديال الدروس ديالنا حول المنظور. كنا رسمنا إلى يعني نحاول نذكر شوية، رسمنا واحد المجموعة ديال المكعبات، إذا غنبقاو في نفس المكعبات وغادي نحاولوا نرسموا الحرف اللاتيني أش على هذوك المكعبات. غنحاولوا نرسموا مكعب تحت خط مستوى البصر لهنا، ونرسموا مكعب فوق خط مستوى البصر، ونرسموا مكعب على خط مستوى البصر. اذا كل مكعب غنحاولوا نخرجوا فيه حرف اش اون طوا ديمونسيون ان شاء الله. اذا غادي نحاول ان شاء الله نبداو. اذا لقينا المركز ديال الورقه افقيا والمركز ديالها عموديا، درنا نقطه التلاشي بي اف 1 ونقطه التلاشي بي اف 2. اذا غنديو نقطه تلاشي من ا حتى البي اف 1، وغنديو كذلك نقطه التلاشي من ا حتى البي اف 2. غنكونو رسمنا واحد زاوية منفرجة، ثم غيكون عندي وناخد واحد القياس هنا. إذا هاد القياس هذا غادي يساوي تقريبا القياس اللي هنايا. من بعد غيكون عندي هاد القياس هذا، عندي هنايا أ سي أو بي. إذا هادو غنحاول نلقاهم على هاد المتلاشيات. إذا غندير الاسقاطات العمودية باش نلقى هذيك الاسقاط العمودي ديال هاد النقطة بسرعة. إذا غنلقاو هاد النقطة هادي، ثم الاسقاط العمودي ديال النقطة الثانية اللي هي السي، نلقاوها هنا إن شاء الله. ثم نحولوا هاد السي هنايا وبي لهنا. إذا باش نلقى دي كندي سي بي اف 1. هادشي راه شفناه ورسمناه عدة مرات، وغندي كذلك بي بي اف 2. كيتلقاو ليا هنايا، كنرسم القاعدة هي هادي، كندير هنايا دي ا بي سي دي. اذا ثم كناخد كندير الارتفاع، وكنا تكلمنا على مراحل بناء الشكل، كاين القاعده ثم الارتفاع ثم القمه. اذا غندير العموديات اللي هي كتبقى دائما عموديه، كندير واحد عمودي، كنعاود ندير هذا. هذا غادي يكون دايز ليا على ا او دي بجوج، ثم السي كذلك. ثم غادي ناخذ البيكار، ناخذ قياس ا بي، وغنجيبو باش نلقى ا بريم. اذا كنبين ا بريم مزيان، بريم كندي ا بريم البي اف 1، كيعطيني تقاطع مع العمود ديال بي باش نلقى بي بريم. كندي ا بريم كذلك البي اف 2، متلاشي ديال بي اف 2، كنحصل على نقطة في التقاطع ديال العمود ديال سي بريم. كناخد متلاشية ديال سي بريم كنديها البي اف 1، والمتلاشية ديال بي بريم كنديها البي اف بي اف 2، كيتلاقاو ليا هنايا. اذا كنلقى هنا بي يعني البي دي بريم. اذا راني رسمت هذا، ثم كنجي للفوق كندير مكعب اخر من الفوق، يعني كيبان ليا من الفوق، بحال كاين
كيبان ليا كنشوفو من الفوق. اذا فوق خط مستوى البصر نرسم نفس الشيء. إذن هي قسمتها على ثلاثة، ثم كنجي أنا كنقسمها على خمسة. كنقسم هذا على خمسة، كندي هادو النقاط التلاشي انا يعني قسمت درت الشبكه. من بعد غندير حرف اش. اذا حرف اش غادي نضغط عليه اللون. غندير ثلاثة ديال الدرجات الضوئية، غندير الأبيض ديال الورقة، الأسود، ثم الرماد. إذا نحاولو نجربو هاد العمل هذا باش نربحو شوية ديال الوقت. إذا كناخدو الألوان، إذا كناخد اللون الأبيض. دائما الدقة التلوين ما نخرجش الجوانب. إذا بالنسبة لهذا الوسطاني ما غايكونش فيه الرمادي، حيت كاين يلاه جوج ديال الدرجات، ما غاديش يكون فيه الرمادي، غايكون فيه الأبيض والأسود فقط. إذا غادي ناخذ الأسود نزيد ليه شوية هذا. ساليت هاد التلوين هذا غنحاول باش نبينو مزيان. اذا كنعاود هاد المكعبات بالسيلو وفتر اسود، قلم الابدي اسود باش يبين ليا مزيان. غنبدا بخط الارض كنحطو هو الاول كنبينو
من هذا الخط هذا كنعاودو، ثم خط الافق كنحطو حتى هو اذا كنرسمو من هنا حتى لهنا، وما غاديش نرسم فوق هذا حيت كيغطيه، اذا ما نرسم هنا ونبين نقطة التلاشي مزيان، وهنا كذلك نبين نقطة التلاشي، غنبين هذا الخط كذلك، ثم باش نغطي لا وما ننساش بي اف اثنان بي اف واحد ال تي ال تي كذلك و بوان ا ال اش. اذا بهذا نكون قد انتهينا من رسم هذه المكعبات او هذا الحرف الثلاثة. اذا ما تنساوش ان شاء الله ديروا بارطاجيو هذا الدرس هذا الى عجبكم طبيعه الحال مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لايك وموعدنا ان شاء الله في الحصه المقبله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.